ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلي عبر الهاتف السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير مساء الخير، أهلا بك. إذن إلى أي مدى تطرح هذه الزيارة فرصا واعدة لرغبة متنامية لدى القاهرة والدوحة في استكمال المسار السياسي، ورغبة أيضا في تعزيز أسس العمل العربي المشترك طبعا في إطار متغيرات دولية وتحركات وحراك إيجابي شهدته مصر خلال الأسبوع الماضي وحتى الآن؟ لا شك أن هذه الزيارة تدشن لمرحلة جديدة من العلاقات ما بين مصر وقطر منذ عودة العلاقات بين البلدين في سنة 2021، بعد أن كان هناك فترة قطيعة ما بين الجانبين بسبب موقف قطر فيما يتعلق بالإخوان المسلمين. لكن كما أشرت، هذه الزيارات تمثل يعني بداية وتدشين لمرحلة جديدة تتلامى فيها العلاقات وتتعاظم في كافة المجالات، سواء كان ذلك على الإطار الثنائي بين البلدين، وهو أمر تم تناوله في المباحثات بين أمير قطر والرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في مصر. وهناك تصريحات سابقة تقدر الاستثمارات المقتدر تقدمها من جانب قطر إلى مصر تصل إلى ما يقرب حوالي 5 مليار دولار، فضلا عن أن قطر دخلت في عملية استثمار في مجال التنقيب على السواحل المصرية المنطقة المصرية مع شركة موبيل تستحوذك على ما يقرب حوالي 40% من حصتها في حقل التنقيب. لا شك أن هذه الزيارة بجانب الاهتمام بالاستثمار بصفة عامة في مصر والتركيز بصفة خاصة على قطاع الطاقة، ربما أيضا قطاع الزراعة والأمن الغذائي باعتبار أن هناك تداعيات لبعض التطورات الدولية أثرت على هذا الموضوع. نعم سعادة السفير، هذه نقطة مهمة، فكرة أنه توقيت لافت لهذه الزيارة. العالم كله يعيش تداعيات الأزمة الأوكرانية، وأيضا كان العالم بالأساس خرج من أو يحاول أن يتعافى من تداعيات كورونا، والمنطقة العربية ليست بمعزل عما يدور في العالم. إلى أي مدى إدراك المنطقة العربية كونها فاعلا رئيسيا خاصة فيما يخص ملف الطاقة في هذه الأزمة تحديدا، يمكن أن تكون فاعلا في تجاوز أيضا الاختلافات في الرؤى ما بين الدول العربية، رغبة في توحيد الرؤى وتقديم المنطقة العربية لنفسها بشكل جديد في ظل مشهد يبدو عالمي جديد يبدو أنه في طور التشكل؟ واقع الأمر أن مصر شهدت زيارات وتنسيق وتشاور بين القادة، العديد من القادة العرب وخاصة من منطقة الخليج. نحن لاحظنا ورصدنا زيارات في هذا الصدد على مستوى رفيع، وهذا التنسيق والتشاور يأتي في إطار العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الناجمة عن كورونا وأيضا عن الأزمة الأوكرانية وربما أيضا تغيرات المناخ. وأعتقد أن هذه التشاورات أيضا ترتبط بالقمة التي ستعقد في السعودية وتشارك فيها مصر والأردن والعراق مع قادة دول الخليج، عندما يجيء بايدن إلى المنطقة في زيارة تشمل السعودية بالدرجة الأولى وبعض دول المنطقة. وهو الأمر الذي يؤكد على أن العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات العديدة التي تواجه المنطقة العربية في هذه المرحلة. نحن نعلم أيضا أن الزيارة تناولت قضايا إقليمية ذات أهمية بالغة، على رأسها القضية الفلسطينية وتقدير لدور مصر في إعادة إعمار غزة وجهود التي تبذلها مصر أيضا لاستئناف المفاوضات على النحو الذي يمكن معه يعني استرداد الحقوق الوطنية الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني طبقا لمبادرة السلام وحل الدولتين، وأيضا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهي أمور أعتقد تم التوافق عليها بين قطر ومصر في هذه الزيارة، باعتبار أن تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب يهيئ ظروفا ومناخا أفضل للاستثمار ولدفع عملية التنمية والتعاون العربي المشترك
مواجهة نعم هذا أشكرك. التحدي الذي يهدد الأمن والاستقرار. نعم أنا أشكرك سعادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق.